يو 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 حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا ستير نزل سكين جديد شباب، السكين البنت. طبعا شباب انا كثير من اللاعبين لعبوا شخصيه بنات شباب ولعب شخصيه بنات، لايك شباب لاحظت اخر فتره الشباب انه لعب شخصيه بنت يكون خفيف ونظيف. اوكي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا ستير نزل السكين الجديد. اوكي سكين بنت اسطوري. اوكي حبايبنا اسمه الوارير، ولا العجله الواري، عجله المحاربين، ولا ما اعرف شو اسمه حبايبي الكرام. طبعا فينا هذا السكين شاب انه يشبهه للشاب. اوكي راح ينزل ان شاء الله قريبا. قبل ما شاهد المقطع يا صديقي لا تنسونا بحطونا بزر لايكات وشيرات وكل الاشياء الحلوه يا شباب، ولا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. بنفس الوقت شباب نزلت لكم فيديو اسطوري شباب للمتجر التخفيضات. اوكي حبايبي لا تنسوا تروحوا تشوفوه حبايبنا، ونقول بسم الله وليتس جو. طبعا راح نشيل هاي شباب. اوكي نعمل هاي، نعمل كونفيرم. وشباب طبعا في فيديو الجراند ماستر شباب، بدي اياكم تروحوا تشوفوه، تعطونا رايكم بالتعليقات واللعيبات. اوكي حاط لكم كل شيء بالوصف، وفي مسابقه كمان اسطوري على الانستغرام شباب لا تنسوها. ليتس جو شباب، اول لفه يا ساتير. انت مانو انت ابلع بيض مع الشباب، يعني بتعرفوا يعني الحظ، يعني ما اعرف حظ يعني بيض. انا فكرت اوكي يلا يلا. طبعا شباب يعني اشتهيت مره صدقوني شباب عن جد، يعني عم بكلمكم كلام جدي، اشتهيت مره شباب انه 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 نحاول اقدر استطيع احصل على 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 السكين، يعني الشيء اللي انا اجن منه شباب انه يجي لي متابعين يكتب لي تحت بالتعليقات تعليق وحصلنا عليه من اول لفه. يا اخي كيف تعمل يا اخي؟ اعطيني راي، اعطيني كيف عم تعمل انت برو انت. يلا روح لفه شباب الجاي، ليتس جو ويلي. يلا شباب شو هاي يا اخي؟ لا تفتحها، شو ما بعرف شو هي بس رح نفتحها. اوكي اني واي شباب باقي ضربتين، باقي ضربتين يا اساطير. نفتحها اول شيء، بدي اخذ ضربتين شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. لا باقي ثلاث ضربات. يلا شباب ما شاء الله والله ما بعرف حبايبي ليش هيك، يعني عم تعب حالي وما اعرف شو الصراحه يعني. يلا هالمرة ضرب القبضة الأخيرة يا أساطير، نقول بسم الله الرحمن الرحيم وكل عام وأنتم بخير ورمضانكم كريم وصحة وسحوركم صحة كلش. إيه تمام ابلع. الله يا أخي هذا عارف يعني عندي يعني 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 اشتهيت مرة يعني بليز خلي الحظ يمشي الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا شباب راح نجيب السكين هذا البيض. وات يو نيد مور دايموند وات؟ لا يا زلمه بقى لا هيك كثير، هيك كثير شباب. سو جايز رح نشحن جواهر شباب، نجيب السكين. وين اللعيبه؟ نشحن الجواهر تمام شباب، رح نشحن 200 جوهر عشان نحصل على السكين يا اساطير. وات لماذا ما يحب؟ يلا معلم شو ليش يتاخر هيك؟ ليش هيك يتاخر؟ بالعاده ما يتاخر هيك شباب. التمانو التمانو يلا كمان جايز 7 3 6 يلا نشحن شوي بس ال 200 جوهرة التمانو. هاي جبنا 200 جوهرة يا سطير ونضرب. مرات شباب صدقوني مرات بقول لحالي يعني السكنات مرات بقول لحالي يعني مرات هل يا ترى اخر لفه راح يجي يطلع لي ولا لا؟ صدقوني. اوكي جايز ليديز ولكن يعني ليديز اند جنتلمان في كثير من اللعيبه الصراحه لاحظت عليهم بيلعبوا بسكنات بنات. اوكي بشخصيه بنت، لانه والله شباب يعني اخر فتره لاحظت انه خفيف ليك شباب، يعني خلص قررت انه راح احاول العب بشخصيه بنات من بعد هذا السكين. هذا السكين شباب يستاهل. اوكي تعال هون انت مانو، هذا هو السكين. طبعا النظارات ما نظارات مو من السكين بس سو اني راح نحط هالنظاره. انا حط شوف الراس. لا يا زلمه شو خربنا ابو الوضع، خربنا كل شيء معلم. لا يا زلمه لا 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 طول بالك. اي السكين معلم انت مانو والله شيء مرتب صراحه، يعني ما اشبه شيء. بالنسبه لل نروح نجرب. بالنسبه للشباب ما راح احكي خلاص، انا بعرفكم عليكم فهمت. راح بدي اعمل روم، انا بدي ادخل اجربه شباب مثل كل الاشكالات. لازم اجربه، لازم نجربه شباب. يعني احمر على احمر على ابيض على 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 على, على, على ايش وما هيك ولوز اللوز وفهمتني كلش لوز. يلا شباب نجرب اول السكين وراح نشوف شباب. تعطي فرصه اخيره للسكينات، لعب السكينات البنات. هات لشوف، تعال هون يا جميل، تعال نعمل له زوم شباب نفرجيكم زوم. سو جايز جيرلز
الافضل يعني انه للجيرلز اوكي يعني والله ماشي بشي سكن حلو ها يعني ابيض مع ابيض ونعمل زوم شوي نتفرج شوي اوكي سيف حلو حلو يلا نجرب شباب تشوفوا بالهيد شوتات اذا بالهيد شوتات اسطوري خلاص راح اقرر العب من يوم رايح بسكنات بنت هات تمانو شوفوا الشعر الابيض شباب شو هات هاي حبيبي والله حبيبي والله يا والله خفيف صراحة انا هجيب والله خفيف ومتت بس يعني شباب انا صدقوني شباب يعني كم صار لي عم بلعب اللعبة صار تقريبا اكثر من سنتين وفوق ما لعبت ولا مرة بسكنات البنات بس يعني والله يعني تيم اللعيبة اصدقائي بيقولوا علي العب 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 حسيت في خفة باللعب وحتى اللاج خلوا اللاج كمان خفيف يجي يا زلمة ضربته ولا ضربتوني؟ شباب راح شباب شباب مثل ما بتعرفوا ابلع معلم ابلع 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 لا والله سكين حلوة يعني حتى باللعب الخفة بشخصية البنت يعني شيء مرتب هاي بيبي يطلع معنا طبعا شباب راح خلاص بدي اجرب طبعا بدي اطول لك ايه واو حشيشي بدي اعمل مثلهم شباب حبيبي والله الى اللقاء والله يلعب هذا الشاب يلعب يا يعني يلعب يلعب يا اخي بربرتني يا زلمه ما يصير حالي يا احمد مات بالبوكس محمد الغدار غدرني بالبوكس يا وسخ تعالوا 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 يعني ما انا بعمل بعمل طول بالك طول بالك هاي برو لا 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 بلوك ماوس بلوك ماوس بلوك ماوس بلوك ماوس برو بلوك ماوس برو 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 ثواني فايت اسطوري بين اساطير اساطير سوبر مان اساطير سوبر مان ابلع انت معلم ابلع انت كمان الله معكم يلا يكفي 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 يلا شباب شباب راح اعمل له تعديل شوي للسكين اوكي راح اضيف له السكين شوف الفاير باس طبعا بالنسبه للشعر مش توب توب صراحه الابيض يعني حلو بس ولكن شباب راح نعمل له اضافات اسطوريه شباب اوكي راح نحط له الشعر الفاير باس الثاني اوكي هذا هو الفاير باس الثاني شباب وراح احط له راح اضيف له راح اضيف له ال هاي اوكي شي باللوز وراح اضيف له طبعا بالنسبه للبنطال ثواني نشوف شباب اوكي راح نضيف له هاي شباب واعتقد راح يكون الوضع لوز اللوز وين البنطال اللي حط نجرب الفاير باس الثاني ولا الاول وين الفاير باس هذا فاير باس الاول لا نحط له فاير باس الثاني شباب نبقى على فاير باس الثاني اوكي ونبقى على نفس الحزام شوف والله الحزام هذا الحزام يشبه نفس فاير باس ال 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 لا نحط له تبع الساكورا هاي تبع الساكورا ونجرب نحط له الوجه الفاير باس الاول وينه هذا هو والله هيك كمان طالع حلو يعني الصراحه هيك كمان حلو اعطونا رقم بالتعليقات يا بنات هذا السكين سو جايز هيك بيكون حبايبنا انتهى مقطعنا لليوم خلينا نعمل لكم هيك نعمل له هيك نظبط هيك عشان تشوفوا السكين جنبي التمانو التمانو التا سو جايز هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا حبايبنا الكرام ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير بدعيكم الكل اسطوره دخل على المقطع يروح يشاهد يشاهد المقطع نزلت لكم اياه من شويه يا اساطير ومسابقه اسطوريه يا حبايبنا موجوده على انستغرام يا حبايبنا على متجر تخفيضات المحارب الجديد راح ينزل بشوفكم على خير تشاو باي باي